استغلالنا لمعلومات حصلت عليها عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية الشرطة القضائية بأمن ولاية شلف تفيد بوجود جمعية أشرار مختصة في نقل وتخزين وبيع وترويج المخدرات، وبعد مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة والأبحاث والتحريات مكنت العملية من توقيف 6 أفراد من عناصر الشبكة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و65 سنة، وضبط بحوزتهم على كمية من الكيف المعالج تقدر ب 75.208 كيلوغرام من الكيف المعالج، وكذا سيارة سياحية ودراجة نارية تستعمل من قبل أفراد الشبكة في تنقلاتهم وترويجهم للمخدرات. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بشلف.